قلنا بأننا الآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية من الهجرة إلى الحبشة. الهجرة الأولى إلى الحبشة كانت سنة 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 5 يعني في العام الخامس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة الذين كانوا يؤذون في مكة بالهجرة إلى الحبشة، وكانوا 11 رجلا لهم الصحابة الذين هاجروا الحبشة، كانوا 11 رجل وأربع نسوة، خرجوا مشاة إلى البحر واستأجروا سفينة بنصف دينار وهاجروا إلى الحبشة. السيدة أم سلمة كانت ممن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وأخبرت في رواية صحيحة وردت عنها الظروف التي أحاطت بهذه الهجرة. تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما ضاقت علينا مكة، لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا، وأوذي أصحاب رسول الله وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه، لأن أبو طالب كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم وكان قومه يحمون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مناعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يقرأ مما ينال أصحابه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلادي حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. إذن بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده. إذن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على علم بالأحداث السياسية التي تدور في العالم الذي يعيش فيه، وده مهم. حتى الصحابة رضي الله عز وجل عليهم وحتى القرآن الكريم في بداية نزوله يعني أخبر المسلمين بأنهم من المفيد لهم أن يهتمون بالشأن السياسي في الذي يحدث حولهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في بداية سورة الروم: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. فكان معروف الروم وفارس ثم كان أقوى قوتين في هذا الوقت. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بعارف إن في الحبشة، ورغم إن هو لم يسافر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، ومكة كان بيأتي إليها الناس من كل فج عميق أيضا في هذا الوقت للتجارة وآخر زورهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن الحبشة فيها ملك عادل رغم إنه مش مسلم ولسه لم يدخل في الإسلام. يبقى دي معنى ذلك إنه حتى ممكن يكون زي كثير من الناس ما بيعمل الآن عن موضوع اللجوء، يلجؤون إلى دولة أوروبية ولا شيء، يعني هروبا من الظلم الذي في بلدانهم أو هروبا من كثير من الأشياء التي في بلدانهم فيهاجرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلادي حتى يجعل الله سبحانه وتعالى لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. تقول أم سلمة: فخرجنا إليها أرسالا، يعني مجموعات هكذا، حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار. شوف الكلام، نزلنا بخير دار إلى خير جار، اللي هو النجاشي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد. يقول: أمننا على ديننا ولم نخش منه ظلما. سبحان الله. وأحيانا تجد في بعض الدول اللي ممكن تكون غير مسلمة تأمن فيها على دينك ولا تخشى فيها فيها الظلم. فسبحان الله، يعني حتى منذ القديم بتقول أمننا على ديننا ولم نخش منه ولم نخش منه ظلما. فده الهجرة الأولى إلى الحبشة. الهجرة الثانية إلى الحبشة حينما اشتد البلاء، يعني كثر بقى الأذى على في الأولى كان 11 رجل وأربع نسوة كما قلنا. لما اشتد البلاء هاجر إلى الحبشة أكثر من 80 رجلا، أكثر من 80 رجل سوى نسائهم وأبنائهم، وقيل إن عدد النساء كان 18 امرأة في الهجرة الثانية إلى الحبشة، 80 راجل و18 امرأة. وأرسلت قريش، طبعا قريش لا تسكت بقى على هذا الأمر، لأن قريش تعلم أن لو اجتمع في الحبشة، اجتمع المسلمون في الحبشة من الممكن هم يكونوا قوة وبعد ذلك تعود لهم مرة أخرى. فأرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يحملان الهدايا إلى النجاشي وبطارقته حتى يتكلم معه في عودة المسلمين مرة أخرى إلى إلى قريش. وهذا أمر يحتاج مني إلى تفصيل في الحقيقة، اللي هو موضوع إن قريش ترسل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. ليه عمرو بن العاص؟
معروف ان عمرو بن العاص ده كان من دهاة العرب، يعني كان كده في مجموعة في من الصحابة او مجموعة من العرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مشهورين بحدة الذكاء والفطنة والتفاوض، منهم عمرو بن العاص، منهم معاوية بن ابي سفيان، منهم سهيل بن عمرو. فدول كانوا معروفين كده في المجتمع الايه، المجتمع القرشي بالذكاء والفطنة. وعمرو بن العاص غالبا كانت قريش بترسله في التفاوض في الامور اللي ايه، في الامور اللي تكون بينها وبين مثلا القبائل الاخرى، او بينها وبين دول اخرى او مدن اخرى الى اخره. فعمرو بن العاص مشهور في هذا الايه، في هذا الميدان يعني. وكان اصلا عمرو بن العاص كان في علاقه، يعني علاقه صداقه وصحبه بينه وبين الايه، وبين النجاشي. ف يعني كلما ذهب الى الحبشه تردد ايه، تردد عليه وهكذا. فارسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه يحملان الهدايا الى النجاشي وبطارقته. البطارقه جمع ايه، بطريق. بطريق اللي هو يعني ايه، يعني القساوسة الكبار يعني اللي حوالين النجاشي. فقابل النجاشي طالبين اليه اعاده من هاجر من الايه، من المسلمين. فارسل النجاشي، شوف يعني سبحان الله، رغم انه لم يعني لم يدخل في الاسلام الى الان، ولم يستمع فقط الى كلام عمرو بن العاص، وبعدين مثلا ارسل جنوده، قال مثلا هاتوا هؤلاء ويعطيهم عمرو بن العاص ويرجعهم الى قريش، وانما ارسل النجاشي الى المسلمين فسالهم عن دينهم. فقال جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، شوف يعني برضو النظام اللي هو عند المسلمين من البدايه، ما فيش اي حد يتكلم، انما فوضه جعفر بن ابي طالب هو الذي يتحدث. فقال، شوف بيشرح القضيه، وده امر مهم برضو بنتعلم منه، انك انت ازاي تتحدث مع غير المسلمين عن الايه، عن الاسلام. ممكن واحد بيجي يسالك، ممكن يكون هو معادي الاسلام او سمع عن الاسلام شيء، ان هو بيسمع من وسائل الاعلام، بيسمع، بيشوف احوال المسلمين في الدول الاسلاميه كيف هي، لا تصر لا عدو ولا حبيب كما نعلم. فبيجي يسالك يقول لك ايه الاسلام ده، ايه الدين اللي عامل، وايه الارهاب اللي بيقولوا عليه والكلام ده كله. فجعفر بن ابي طالب شرح الموضوع ببساطه للايه، للنجاشي، بيقول له: ايها الملك، كنا قوما على الشرك، نعبد الاوثان وناكل الميتة. نعبد الاوثان يعني كل واحد كده عمل له صنم وقاعد بايه، بيعبده، وناكل ليه الميتة، يعني اي شيء كده بناكله، الميتة اللي معروفه يعني، ونسيء الجوار، نسيء الجوار ونستحل المحارم، بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل شيئا ولا نحرمه، يعني ما عندناش حلال ولا حرام، اي ليس عندنا كبير، يعني اي شيء يملي علينا تملي علينا عقولنا نقوم به، سواء كان حلال حرام، ما فيش ضوابط يعني، لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله الينا نبيا من انفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله، دعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم ولا نعبد غير الله. فقال له النجاشي، استمتع بكلام الايه، جعفر بن ابي طالب، فقال له: هل معك شيء مما جاء به؟ يعني في حاجه كده من الايه، من اللي جاء بها هذا الايه النبي. فقال جعفر: نعم. فقال له النجاشي: هلم فاتل علي ما جاء، ما جاء به. فقرأ عليه صدرا من كاف هاي عين صاد، يعني قرأ عليه بداية سورة مريم، كاف هاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. بعدين قصة سيدنا زكريا، وبعدين واذكر في الكتاب مريم. ده بقى محل الشاهد، من النجاشي يدين بالنصرانية، فعارف مريم وعارف المسيح الآخر الذي يأمن. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر سوية، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، وقرأ حتى وصل قول الله سبحانه وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول ليه، قول الحق. وده القول الحقيقي في عيسى ابن مريم، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون، ما كان لله أن يتخذ من إيه، من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما سمع النجاشي هذا القرآن الكريم بكى النجاشي
حتى أخضل لحيته، لحيته كده ابتلت من الايه من الدموع، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال إن هذا الكلام لا يخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، ده نفس الكلام الذي جاء به موسى عليه السلام، انطلقوا راشدين، انطلقوا يعني أخبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيشوا في بلدي راشدين لا يظلمون عندهم. يبقى إذن كده إيه أخفقت محاولة عمرو بن الإيه العاص ومن معه. فلما أخفقت محاولة وفد قريش في استعادتهم، عمرو بن العاص إزاي لا يريد أن يفوت الإيه الفرصة، يريد أن هو يفعل أي شيء حتى يثير العداوة بين النجاش وبين الإيه وبين هؤلاء. فأثار عمرو بن العاص في اليوم التالي موقف المسلمين من إيه من عيسى عليه السلام، فقال للنجاشي أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. أنت ما أنتش عارف ما بيقولوا في عيسى، أنتوا بالنسبة لكم ده عيسى إيه إله ابن إله يعني حاجة كده، إنما المسلمين ده بيقول لك ده عبد الله ورسول، يعني أنزلوه من الألوهية إلى الإيه إلى العبودية. فعمر بن العاص بيقول للنجاشي إنهم يقولون في عيسى قولا إيه قولا عظيما، على أساس إن هو بقى إيه عارف لما بيقول لك أنا حدله الضربة القاضية، يعني خلاص أنا دي آخر شيء عشان أقضي على ليه أقضي على هؤلاء المسلمين من خلال النجاشي. فأرسل النجاشي إليه، النجاشي بعث لهم مرة أخرى فسألهم أنتم بتقولوا في عيسى يعني زين، يعني عيسى ده بالنسبة لكم يعني ما هي عقيدتكم في عيسى؟ فسألهم فقال له جعفر نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول، ده اللي عندنا في الايه في القرآن الكريم، وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النجاشي ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت، هذا يعني كلامك ايه كلامك صحيح. وأعطى النجاشي الأمان للمسلمين فأقاموا مع خير جار في خير دار كما تقول مسلمة رضي الله عنه. وتذكر رواية صحيحة أن القسيسين والرهبان الذين حضروا مجلس النجاشي وسمعوا القرآن الكريم انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، فأنزل الله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيد. فمبادرة قريش لإرسال وفد لاستعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة تدل على إدراكها لخطورة الموقف إذا ما حصل المسلمون على مأوى لهم يأمنون فيه. والحبشة نصرانية وملكها عرف بالعدل وهي قريبة من مكة، وكل ذلك يشكل خطرا على قريش في المستقبل. ومما يبعث على العجب والإكبار لموقف المهاجرين بيانهم لعقيدتهم في عيسى عليه السلام بصراحة ووضوح رغم مخالفتها للنصرانية السيدة في الحبشة، فلم يلجأوا إلى مجاملة الأساقفة الحاضرين خوفا من تسليمهم لقريش، فأحسن الله عز وجل عاقبتهم وآمنهم في دار هجرتهم. ولكن لا يخفى أن هجرة الوطن تصعب على المرء وهو لا يفعل ذلك إلا مضطرا، وقد كان المسلمون المهاجرون عربا يعيشون في وسط غريب لا تربطهم به وشائج رحم ولا لغة، فضلا عن كونه وسطا نصرانيا يخالفهم في المعتقد. إلا النجاشي فإنه أسلم وورى بإسلامه أمام قومه، يعني النجاشي حينما دخل في الإسلام لم يعلن عن إيه عن إسلام، وإنما يعني دخل في الإيه في الإسلام خفية هكذا، وده يعني شيء طبعا جميل يفيد بأن الإنسان سبحان الله حينما يعرض الإسلام بصورة يعني صحيحة وواضحة فإنها تستميل القلوب حتى ولو كانت قلوب الإيه قلوب رؤساء وملوك، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من بعد حينما كاتب الملوك والرؤساء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم.